يا بلدنا. يسعد صباحكم جميعا. موضوع الأمن الغذائي أصبح الشغل الشاغل بكل أنحاء العالم مش فقط بالأردن. يمكن جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أكد مرارا وتكرارا على موضوع الأمن الغذائي، وكان من أوائل الناس اللي طرح هذا الموضوع ووضعه أمام أعين الجميع. اليوم نتحدث عن الحملة الوطنية لا لهدر الطعام. ينضم لنا السيد لورنس المجالي الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. الدكتورة ندى فريحات أمين سر مجلس الأمن الغذائي. يسعد صباحك. صباح الخيرات. أهلا وسهلا. أكيد بنرحب فيكم، وفكرة كثير مهمة وجميلة وفيها فائدة لكثير من الأطراف المعنيين، وأيضا نحافظ على النعمة ونحافظ على الأمن الغذائي. نحكي أكثر عن هذه الحملة وأهدافها وأيضا آلية التنفيذ أيضا أولا بأول. صباح الخير زميل حازم والأخت رندا. يسعد صباحكم جميعا. هذا البرنامج الهام جدا والسباق دائما لمتابعة أهم المواضيع اللي بتخص الشأن الاقتصادي والاجتماعي، وبتدعم التوجهات اللي لها أثر مباشر على المواطن. يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباح وطننا الأردن الثابت الراسخ. يسعد صباح جلالة الملك وولي العهد، ومبارك له بالمولودة الجديدة. لا شك اللي تحدثت فيه الأخت رندا مهم جدا. حول أول من التقط الإشارة وتحدث عن مسألة الأمن الغذائي وأثر الغذاء عالميا وأزمة الجوع اللي ممكن تكون المستقبل، هي جلالة الملك من خلال أعتقد في عام 2020 لما تحدث أنه مسألة الأمن الغذائي لم تعد مادة يعني اللي فقط ثانوية، بل يجب أن تصبح أساسية. اليوم وزارة الزراعة من خلال خطة التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة وجدت ومن خلال محاورها أنه يجب أن تكون هناك حالة من التناغم والإجراءات واضحة حتى يعني ما بين محاور الأمن الغذائي، الأمن المخزون، الصناعات الغذائية. في خضم ذلك وجدنا هناك هو وفي مسألة هدر الغذاء. أرقام كانت في مستواها الأولي مرعبة وخيفة، 1 مليون طن سنويا، 100 كيلو لكل مواطن بتلف في دولة تعتبر من ثالث أفقر دولة في العالم في المياه. هذا تحدي كبير في ظل الظروف اللي موجودة، سواء كان أزمة الإمداد واللي مر فيها العالم، أزمة كورونا، الأزمات الممتدة المختلفة تحتاج لتوقف. لذلك أطلق معالي وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات من خلال الوزارة وعدد من الشركاء الحملة الوطنية لا لهدر الغذاء، حتى يتكاتف الجميع للتعامل مع مسألة هدر الغذاء. يعني كانت على منحنيين رئيسيات. المنحنى الأول هو المنحنى الثقافي التوجيهي الإرشادي، المنحنى الفني اللي بتحدث فيه الدكتورة زميلتنا الدكتورة ندى. توجهنا إلى الوزارات الشريكة حقيقة، وزارة الأوقاف، وزارة التربية والتعليم، وزارة البيئة، الجمعيات والمؤسسات المختلفة اللي بتعمل في القطاعات، وهناك شراكة حقيقية مع WFP اللي هو برنامج الغذاء العالمي اللي يعني حقيقة يقدم مجهود كبير بهذا الجانب. عملنا على حملة إعلامية واضحة على مدى عام. اليوم نلمس يعني بعض الإجراءات الإيجابية حقيقة على مستوى الأفراح الأتراح. لدينا موروث غذائي لا يرتبط نهائيا مع ديننا، سواء كان الدين الإسلامي اللي يحض على عدم الإسراف، حسن جوار النعم، دين المسيح اللي بيعتبر انه الزياده في الهدر يؤدي الى هو يعني وظلم للفقراء اولا واخيرا. لا موروثنا الاخلاقي ولا موروثنا الاجتماعي بيسمح بهذا ولا ظروفنا الاقتصاديه. طبعا ولما لذلك نسمع المجاعات حول العالم وبالاخر نسمع عن هذا. لذلك اليوم يعني اليوم لدينا حمله كامله، اخواننا في وزاره الاتصال الحكومي في كافه المؤسسات نعمل على ايصال الرساله حتى نوجه سلوك المواطن غذائيا بهذا الجانب. نعم سيد لارس ودكتور ندى، خلينا نتابع هذا الفيديو. نعم. عن موضوع هدر الطعام. يهدر الشخص الواحد في الأردن حوالي 100 كيلوغرام من الغذاء سنويا، أي ما يعادل 1 مليون طن من الطعام المهدر سنويا، مما يؤدي لاستنزاف موارد المياه والطاقة التي تم استخدامها في زراعة وإنتاج الغذاء، وقد يكفي لإطعام أكثر من 1 مليون شخص آخر في الأردن. إن خفض المهدر من الغذاء هو أولوية وطنية، هو واجبنا جميعا في منازلنا وفي كافة قطاعاتنا. قدرها ولا تهدرها. الحملة الوطنية للحد من هدر الغذاء.
أهلا وسهلا فيكم من جديد معكم متابعينا ومشاهدينا. يمكن موضوع غايب الأهمية وشفنا الأرقام والإحصائيات اللي أيضا من خلال هذا الفيديو وهذه الحملة التي إن شاء الله ستساعد الجميع أيضا من خلال أن نكون كنا يد واحدة لتنجح وأيضا تعود بالفائدة على كافة القطاعات وخصوصا عندما نتحدث عن الأمن الغذائي. دكتورة ندى نحكي أكثر عن جهدكم، نحكي أكثر عن ما هو المطلوب اليوم، آلية التنفيذ والعمل لإنجاح هذه الحملة. تفضلي. تمام، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج. في الحقيقة مثل ما ذكر زميلي لورنس، أطلق معالي وزير الزراعة رئيس المجلس الأمن الغذائي مبادرة لا لهدر الغذاء في أواخر 22، كان نتيجة للاهتمام الملكي في ملف الأمن الغذائي. اجتمعنا مع الشركاء الرئيسيين مثل برنامج الأغذية العالمي WFP، منظمة الفاو، حتى نضع خارطة الطريق واضحة المعالم لتنفيذ هذه المبادرة. هذه المبادرة تتضمن ثلاث أنشطة رئيسية. إطلاق هاكاثون، هذا هو عبارة عن مسابقة لتحدي تقليل الهدر من الغذاء. النشاط الآخر هو الحملة الوطنية التوعوية اللي ذكرها زميلي لورنس، والنشاط الثالث هو إيجاد مظلة تمكينية لإدارة ملف المهدر من الغذاء، لأنه أوريدي هو الملف هذا مبعثر، فمجلس الأمن الغذائي ارتأى أنه يجمع هذا الملف المبعثر تحت مظلة تمكينية لمؤسسة وحوكمة إدارة المهدر من الغذاء وتعامل مع الفائض من الأغذية. هذه الحملة مثل ما ذكر زميلي لورنس هي رح يتم إطلاقها بشكل رسمي في منتصف الشهر القادم إن شاء الله، رح يتم إطلاقها من خلال مجلس الأمن الغذائي. بتتضمن هي هذه الحملة مرحلتين رح يتم تنفيذها. المرحلة الأولى هي المرحلة التوعوية خلال هذه السنة، طبعا هي الحملة كلها مدتها سنة كاملة. المرحلة الأولى حتكون توعوية، المرحلة الثانية رح نشتغل على تحسين أو مش رح أحكي كلمة تهذيب، هي الشغل على سلوكيات وممارسات المتعلقة بالحد من بالهدر الغذائي. طبعا هذا كله رح يتم، مجلس الأمن الغذائي حاليا مع برنامج الأغذية العالمي عم بيشتغل على دراسة نوعية لمعرفة الدوافع الاقتصادية والاجتماعية للهدر الغذاء من مختلف لدى مختلف فئات المجتمع. بناء على هذه الدراسة رح نعرف إحنا كيف رح نشتغل، سواء ورش العمل، البرامج التدريبية اللي إحنا إن شاء الله رح نشتغل عليها، ورح نستهدف الأسر، المدارس. رح نطلق إن شاء الله مسابقة في المدارس حتى نشجع طلاب المدارس على تقديم أفكار ابتكارية للحد من الهدر الغذائي. فإحنا كثير عنا أنشطة إن شاء الله رح يتم إطلاقها، ورح تكون حملة كثير واضحة المعالم في منتصف الشهر القادم إن شاء الله. وحاب كثير أتطرق لمجلس الأمن الغذائي. مجلس الأمن الغذائي هو تم إقرار نظام مجلس الأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023 العام الماضي، وهذا المجلس بموجب هذا النظام تم تشكيل مجلس في وزارة الزراعة برئاسة معالي وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، وعضوية كل من معالي الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين وهو نائب للرئيس، التخطيط والتعاون الدولي، الصحة، البيئة، المياه، التنمية الاجتماعية، المالية، البيئة، يعني بالإضافة إلى أصحاب العطوف، رئيس هيئة الأركان المشتركة، نائب رئيس المركز الوطني للأمن والأزمات، المؤسسة العامة للغذاء والدواء. تشاركية. نعم، التشارك حتى مع القطاع الخاص. إحنا في عنا رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس غرفة صناعة الأردن، بالإضافة إلى الاتحاد العام للمزارعين. هذا كل يعني إحنا الملف هو ملف يلقى اهتمام من كل المؤسسات سواء الحكومية أو القطاع الخاص. سيد لورنس، أهمية مثل هذه الحملات في الوقت الحالي يعني، وأهمية التشاركية أيضا في إنجاح مثل هذه الحملات. لا شك زميل المتحدث من وزارة الزراعة وخلال إدارتها لملف الأمن الغذائي كملف عام، اليوم بجوز مستهدفات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، تعميم فكر الصناعات الغذائية، واشتغلنا على التنمية الريفية وتمكين المرأة، اشتغلنا على الأسر المستهلكة تصبح أسر منتجة. هذا في خضم ذلك اليوم مثل هذه الحملة تساعد في الاستفادة من مهدر الغذاء. الأولوية هي لإرشاد الناس لتقليل الهدر، لكن في خضم هذا الوقت يجب أن نذهب باتجاه الاستفادة من الهدر. اليوم نستفيد من الهدر في الصناعات الغذائية المختلفة، أيضا إعادة تدوير الغذاء حتى يستفيد منه أسر أخرى، أيضا ما يمكن أن تستفيد منه من إطعام الحيوانات أيضا كأسمدة، كل هذا يمكن أن نستفاد منه. يعني الرقم بجوز اللي شفناه زملائي، مليون طن، يعني مليون طن يعني يطعم ثلث الأردنيين.
ثلث الأردنيين هذا المهدر. في شراكات حقيقية كانت مثمرة يعني مع جمعية الفنادق مع المطاعم. كمية المهدر اليوم في جمعيات يعني مثل بنك الطعام، مثل عدد كبير من الجمعيات اليوم الشريكة معنا في هذه الحملة. يعني بنعمل على إجراءات حتى نحكمها، حتى يكون هناك منظومة جودة واضحة، حتى يصل الغذاء بشكل، حتى آلية نقله، استخدام المواد والأدوات التي تستخدم فيه، أين هي، ما هو المستهدف من هذا البقايا هذا الطعام، وصولا إلى التقليل حتى نستفيد من هذا الهدر. زملائي، هاي الهدر ليس هدر فقط طعام، هذا طاقة وعمالة ومياه. يعني الهدر في كل الحلقات، يعني اليوم اللي احنا بنتلفه في النفايات هذا ثمنه طاقة وثمنه مياه في دولة يعني احنا بنعتبر في المنطقة يعني بحاجة، يعني هذه إمكانيات لها كل فعالية علينا. وفي خضم الظروف الجيوسياسية اللي بصير في المنطقة يجب أن نعيد النظر دائما في سلوكياتنا اللي اليومية. يعني بجوز من خلال الدراسة الأولية والدكتورة ندى مطلعة، يعني تخيل أن نسبة الهدر لدى الطبقة المتوسطة والفقيرة أكثر من الطبقة الغنية، وهي ملفتة للنظر لأنه في سلوكيات لا هي من ديننا ولا من أخلاقنا ولا هي موروث غريب. لذلك يعني هذا جهد حقيقة في صناعة ثقافة غذائية وسلوك غذائي جديد، وهذه اللي تكاتف الجهود، وهذا جزء حقيقي من عمل مجلس الأمن الغذائي كمجلس يتابع أمن المخزون، يتابع الاكتفاء الذاتي، ونحن لنا مستهدفات حقيقة في الاكتفاء الذاتي. وزارة الزراعة اليوم يعني بصوت عالي نقول كدولة أردنية اليوم 61% من المائدة الأردنية هي منتج أردني، وهذا يعني هذا يعني وهم. يعني هذا إعجاز حقيقة. صحيح. يجب أن يتوقف عند الجميع، إعجاز بالنسبة للأردن. أيضا دكتورة ندى، عندما نتحدث عن الشراكة ما بين وزارة الزراعة والمجلس، مجلس الأمن الغذائي ودور المجلس، أنا حاب نحكي أكثر عنه لأنه اليوم إحنا عم نحكي عن شيء مهم، نحكي عن أمن غذائي يتحدث فيه العالم كله، في شيء قادم، بخطوات قادمة، في تحضيرات قادمة، نحكي أكثر عن هذا الجهد وهذا الأداء. هلا مثل ما ذكرت قبل قليل، مجلس الأمن الغذائي هو تم إنشاؤه بموجب النظام في وزارة الزراعة وبترأسه معالي وزير الزراعة. المجلس شكل 4 لجان فنية، من أحد هذه اللجان هي لجنة مبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء لأهمية هذا الملف، وهذه اللجنة هي المسؤولة عن متابعة الحملة، طبعا هي المسؤولة عن تصميم الحملة الوطنية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP. فالمجلس يعني تم إنشاؤه نتيجة التداعيات، جائحة كورونا، الأزمات الإقليمية والدولية، أزمات الغذاء الدولية طبعا، بالإضافة إلى حاجة الأردن إنتاج بيانات ومعلومات وطنية خاصة بالأمن الغذائي وإصدار تقارير بذلك. فإحنا ملف الأمن الغذائي كان هو ملف مبعثر، كل جهة تشتغل على الملف الغذائي من جهة معينة من دورها، لكن بعد صدور النظام وتشكيل المجلس أصبح للأمن الغذائي، ملف الأمن الغذائي هو في مظلة، هي مجلس الأمن الغذائي اللي بتدير هذا الملف في المملكة. يعني احنا بنشكركم كل الشكر على وجودكم معنا وعلى أهمية هذا الموضوع، وأتمنى يعني خلال هالعام المقبل نشوف عدد أقل من الطعام يتم هدره ونكون دائما بألف خير. كل الشكر سيد لورنس، كل الشكر دكتورة، نورتونا وشرفتونا. أكيد يعني إن شاء الله الأرقام اللي شفناها أيضا من خلال الفيديو بتكون أقل، انخفضت إن شاء الله كمستهدفات إيجابية أكثر لنخدم قطاع من أهم القطاعات. نعم، أولويتنا العالم خصوصا في موضوع المناسبات، وأن نكون حاسبينها صح، حاسبينها صح. نعم، يعني هاي الشغلة كمان كثير مهمة، وحتى إذا زاد طعام يكون في ترتيب، في له آلية للتصرف. نعم نعم، وأعتقد إنه في وعي اليوم لدى يعني في وعي لدى مؤسساتنا. نعم نعم، بحس أنا أنوه للوجو اللي عرضتوه، قدرها ولا تهدرها، هي قدر النعمة بالكمية وبنفسها إنه هي هذه النعمة، ولا تهدرها، لا تهدر الكمية الزايدة عنك لأنه في مجالات أخرى ممكن نستفيد منها. صحيح. إن شاء الله، وإحنا يعني أكيد حتى على مستوى مناسبة صغيرة الكل يعني يعي تماما أهمية هذا الموضوع. نعم. يكون في أكل زيادة كيف بتوزع أو كيف بوصل. نعم. للناس اللي بحاجة هذا الأكل. نعم. يعني موضوع التكامل الاجتماعي في الأردن أيضا هو ضرورة. عنوان مهم. نعم. وضروري ومميز أيضا في بلدنا في كل مكان. كل الشكر لكم مرة تانية، يعطيكم العافية. أيضا زميلنا عبد الرحمن اشتفات من خلال تواجده في مهرجان تخيل، خلينا نشوف هذا التقرير ثم نتابع حلقتنا، خليكم معنا.